السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيتسأل على طول، ايه المباني اللي واخدة ليد في مصر؟ فبكل بساطة دخلت على جوجل وكتبت ليد بيلدينج ان ايجيبت، فجات لي المباني هيت. فدخلت اول رابط جاب لي المباني اللي واخدة سيرتيفايتد، 24 مبنى هو مقسمهم لي، تمام. بلاتينيوم هو مبنى واحد، فقلت له عايز اشوف المباني ديت، تمام. تقدر تعمل سيرش لو انت في مبنى معين بتدور عليه، دي كل النتائج. طب انا عايز اشوف التوب سكور، ودي اخر مباني، ودي اكبر مباني، ودي وهكذا، يعني يبدأ يرتب لك المباني. هو كريديت اجريكول هو اللي واخد البلاتينيوم، وبعد كده عندنا الجولد، عندنا سيت سنتر في الماظة، وعندنا شنايدر الكتريكال كايرو هيد كوارتر، اي ام اي سي هيد كوارتر واخد جولد، وهكذا. مولو في ايجيبت، فدي الشهادات اللي واخدة اللي في مصر. طبعا نفس الكلام ده ممكن تعمله لقطر والامارات واي دولة انت عايزها، تقدر تعمل سيرش.